اه لا ما دفع، انا بوظت الدنيا، شفت سر سيره ال الكارثه. ورحت ايه ده في ايه يا جماعه؟ اخر حاجة عملتها عملت الايام اللي هو الانيميشن بتاع حسين. عملنا مشكلة ده. ليه عمل لكم مشكلة؟ عشان هو اولا انا مش بتكلم عن طه حسين، انا ملخص المسلسل يعني. انا هي قصه للثانويه العامه وقصه الايام انا كلنا درسناها لانها قديمه يعني. فهي احنا لخصتها كوميدي للناس، لان انا كنت عملت حاجه زي كده في القصه اللي اتلغت. في القصه اللي اتلغت اللي هي بريزنر اوف زندا دي اتلغت، عرفنا انها اتلغت، فعملت هم طلبوا ده حسين بطريقتي، فانا عملتها بطريقتي. ففي ناس بقى بيتكلموا ان فكره انت بتسخر من طه حسين، ما سخرتش من طه حسين، او مش بساعد يعني. انا بحاول يعني، هو انا بصنع محتوى وهم حبوا اعمل ده فعملته. ففي ناس اتضايقت انت ازاي تسخر من حاجه فيها طه حسين، بس انا حسيت ان الحوار مبالغ شويه. بتسخر من نجيب الريحاني؟ لا خالص، لا لا ما سخرتش من نجيب الريحاني، لا لا بالعكس. نفسه لا لا، المسلسل نفسه كان كارثه. الكاتب هو رد عليك المسلسل نفسه، الكاتب هو يعني في وجهه نظري طبعا، هو مش عارف هو كاتب ايه، لان هو جه في ندوه بعد كده لما كان في زميل صحفي بيساله انت قلت اسم امها غلط في المسلسل، فقال انا ما قلتش، ومليون جنيه رهان، هو قايل في الاخر. بس انت منورنا، وكنا بنكمل كلامنا عن الفيديوهات والمحتوى اللي حضرتك بتقدمه، وليه اخترت، تعال نتكلم على اختيارك للنوع الفني تحديدا ان انت تعمل فيه فيديوهات. والله بص، انا بقعد اقول كده ان الحوار يعني جه ان انا عملت كذا نوع تاني من المحتوى، بس تقريبا عشان الافلام دي حاجه انا مهتم بيها فبعمل فيها محتوى كتير. انا جربت في حاجات كتير في فتره الكورونا دي، وكنت بعمل حاجات كتير سواء ليا او في القناه اللي انا كنت شغال فيها. فهي الحاجه اللي ضربت هي الافلام، فهو هي يمكن هي اللي اتفرضت عليا، بس انا اكتر حاجه كنت بعملها كان على الافلام والمسلسلات، عشان انا بحب الافلام والمسلسلات، وفي نفس الوقت كانت الناس كلها فاضيه فما بيعملش حاجه، اكتر حاجه مسليه انت بتتفرج، ودي كانت فرصه بقى ان اجازه من الشغل بقى كورونا، فكنت بتفرج على افلام ومسلسلات. ووقتها كان المسلسل اللي نزل ده كان ترند اصلا، فالناس كلها كانت مستنيه، فهي كلها حاجات خدمت بعضها يعني. طريقتك دي على الافلام عملت حالتين، في ناس عجبوا بالستايل اللي انت بتقدمه جدا، وفي ناس قالت لا انت يعني بتسخر مننا جدا يعني، خاصه يعني سواء انا شفت في مهرجانات القاهره السينمائي وكذا مهرجان كتير يعني، حتى الفنانين حابينك ان هم يتكلموا معاك، بس لما تلاقي حد زي مثلا في اخر فيلم انت عامله اول يعني بطريقه على هيفاء وهبي معظم المشاهد. والله بص انا هقول لحضرتك حاجه يعني، ممكن اكون انا بقدم حاجه جديده، انا بقول رايي بطريقه ساخره فبقول مش عاجبني، بس برضو فكره ان انا اطلع اقول ان الحاجه دي حلوه او وحشه، دي ناس كده بتعملها. في مثلا انا بسمع ان مش عارف خالد النبوي كان متضايق من استاذ طارق الشناوي، ان هو طارق الشناوي ما بيشوفش ان خالد النبوي ممثل قوي قوي يعني، فهو الفكره نفسها موجود. الاراء نفسها موجود، ناس كتير بتشوف ان مثلا بيقولوا اسماعيل ياسين مثلا، تلاقي ناس بتقول اسماعيل ياسين ما بيمثلش، تلاقي ناس بتقول عبقري، فهي الاراء متفاوته، ودايما هتلاقي الناس كلها عليها خلاف. هتلاقي ان ده مش عاجبه ده ومش عاجبه ده. انا ممكن اكون بقولها بطريقه ساخره، بس هي مش طريقه مهينه يعني، ما اطلعش اشتم حد، انا بقول رايي. هو ما بيزعلش ان انا بهزر، هو بيزعل ان انا بقول وحش. فده حق ان انا سواء بقى ايا كان حطيته تحت راي نقد ايا كان. الفنانين اللي انت قابلتهم وقال لك انا ما كانش عاجبني رايك عليا في الفيلم، ما حدش بيقول كده. انا بتعرف ان حد بيزعل مثلا، حد بيتضايق، ساعات بيحصل تاتش مع حد، مش عايزين بقى نقول اساميهم في البتاع. بس لا، في ناس بقى ما بقاش عندها مشكله. بتتابع ردود افعالهم ولا لا؟ ما بهتمش الصراحه، لان دايما بفضل يعني اهم حاجه بس ان ما حدش يبقى زعلان مني عشان حاجه انا عملت يعني. انا فاكر مره كان تقريبا ده اول بقى خبطه مع حد، كانت استاذ ساره محمد علي في ملخص لمهران القاهره، انا قلت عليها حاجه وهي كان حقها تزعل الصراحه. فانا اعتذرت لها وقلت لها ما بعتذر لك ومش قصدي، فتقبلت ويعني وما اتضايقتش. بس ان انا هفضل كل فيديو مين زعل ومين ما زعلش، وزي ما كنا بنتكلم حتى قبل اللايف، ان اصلا انت لما بيبقى بتربطك صداقه بفنان بيبقى صعب قوي ان انت تطلع تتكلم عن ايه، وصعب ان انت ما تتكلمش
يعني انت لو طلعت قلت رايك مثلا في حاجه هو هيزعل، لو ما قلتش الناس تقول ايه بقى خلاص يا طاهر انت مش عارف ايه. انت دلوقتي نقدر نقول ان انت حققت شهره كبيره دلوقتي في الوسط الفني وبقى ليك اصدقاء من الوسط الفني. تمام تمام. لما انت تيجي تعمل عليهم عمل نقدي دلوقتي او ان انت بتنقدهم في اي فيديو انت بتقدمه، بيبقى رد فعلهم عامل ازاي؟ في وفي بتكون حساس شويه في الافات حتى اللي انت بتقول عليهم. لا بص، وانا بكتب انا بكتب اللي الاحسن هو يطلع. يعني انا بكتب، ممكن اكتب على حد يكون انا مثلا اخويا، حد صاحبي، حد بيني وبينه علاقه، انت السكريبت هيتكتب هو في كل الاحوال. يا اما ما اعملش الفيديو، لان انت بتعمل الفيديو بطريقه معينه، فلو بقى عندك حسابات معينه هتبان للناس. بينك وبينه ممكن تعتذر له تاكل بقى له حلاوه ايا كان لو عايز تعمل ده، بس اللي طالع للناس هيفضل هو اللي طالع للناس. فانا بعمل الحاجه وبطلعها وخلاص. في بقى ناس بيبقوا بيزعلوا، في ناس ما بيزعلوش، في ناس انت بتقول لهم انت هتتكلم عنهم فيقول لك تمام والله، في ناس تقول ما تردش اصلا، في ناس تعمل لك انفولو بعد ما اتكلمت عنهم، فخلاص ده بقى طبيعي. فانا كنت في الاول صراحه يعني ببقى سعيد ان الممثل الفلاني يقابلني ومش عارف مين بعت لي ومين قال لي، بس مع الوقت خلاص يعني. حتى في ناس انا بكتسب صداقتهم، هم بيبقوا عارفين ان ما يعني اصل. وبعدين بقعد اقول يعني، انا فاكر في مره كده عملت ملخص على فيديو مش عايز اقول اسمه يعني، فكان صاحب الفيلم منتج الفيلم اتصل بي وقال لي بص والله اصل الظروف. قلت له ما تبررليش، اعتبر الفيديو بتاعي ده يعني مش هو الراي الاساسي، ممكن يبقى الراي انا غلط يعني. في الاول وفي الاخر تقييمك لنفسك منك بقى، من اللي حواليك، مني، من الناس، انت اللي بتقيم في الاول وفي الاخر. انت مش هتقدر تحكم من راي واحد، فانا بحسبها ان انا بقول رايي في الاول وفي الاخر، وهو ممكن ما يبقاش مهم اصلا يعني.